تقدر على وجه الخصوص. في العاشر من أغسطس الماضي اتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بدعم الانقلاب على شرعيتها جنوب البلاد عبر ذراعها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قاد مواجهة مسلحة ضد قوات الجيش الوطني. بعد أقل من شهرين كان محمد بن زايد من اتهمته الحكومة سابقا بدعم الانقلاب وقصف الجيش أحد رعاة توقيع الاتفاق في قصر اليمامة بالرياض. وبعد يوم واحد من التوقيع فإنه من المتعذر الحصول على مؤشرات فيما إذا كان الاتفاق سيؤسس واقعا جديدا خلافا لواقع الأمس. بنود كثيرة سياسية واقتصادية وعسكرية من شأنها إعادة الاستقرار إلى المحافظات الجنوبية، لكن جدية الأطراف الموقعة هي من ستعلق عليها الآمال في تغيير واقع الأرض. أما الرعاة الرسميون لهذا الاتفاق وهم السعودية والإمارات فقد ظهرت أجنداتهما مرارا وتكرارا واضحة في تقسيم اليمن وإضعاف حكومة الرئيس هادي. الشق الأهم أن يعني السيادة اليوم يعني كانت في الماضي بشكل سيء، اليوم بطريقة أسوأ. تم مصادرة القرار السياسي بشكل أكبر مما كان من قبل. تقريبا الإمارات كانت في وضع أضعف بعد ما حصل في أواخر يعني في أواخر أغسطس الماضي عندما ضربت في الجيش الوطني بتلك الوحشية، اهتزت سمعتها وصورتها أمام الرأي المحلي وحتى الدولي. خرجت انسحبت انسحبت ولو شكليا، لكنها بهذا الاتفاق تعود إلى الصدارة. حروب كثيرة تعقب الاتفاقات اليمنية، آخرها اتفاق السلم والشراكة الذي يعيش اليمنيون مأساته حتى الآن، إلا أن توحيد الجهود من أجل محاربة ميليشيا الحوثي وتخليص البلد من انقلاب 21 من سبتمبر هدف يأمل مواطنون أن يكون أبرز انعكاسات هذا الاتفاق. نأمن الله عز وجل أن ما تم اليوم من اتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي أن يكون بادرة أمل وصفا واحدا في مواجهة المد الإيراني لتثب القضاء على الحوثية، وإن شاء الله تكون فيها يعني تكون هناك أهداف ما النقاط التي تم وضعها تطبق على أرض الواقع، وأن يكون هناك أن يكون بادرة أمل لإظهار التنمية في المناطق المحررة. اتفاق إذا للسعودية والإمارات حول ما يمكن أن يكون عليه اليمن في المستقبل القريب، ولكن بأياد يمنية يمنية، فلا الحكومة الشرعية تملك قرارا مستقلا يؤهلها لرفض الاتفاق أو فرض سلطتها، وليس المجلس الانتقالي إلا عصا الإمارات التي تهش بها في انتظار حرب أخرى ترسخ أقدام الانتقالي أكثر وتمنحه تمركزا ومساحة أفضل.